لبنان 2020. وجوه التسيير مهمه رئيس الحكومه. ان هذه المعادله المصر قد ماتت على يد حزب الله بالذات. We are prepared to strike whenever we choose. الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعونا من الميدان من تلفزيون مستقبل. وفي العناوين، أوباما يدعو الكونغرس إلى دعم التحرك ضد النظام السوري، وكتائب الأسد تقصف بعنف الريف الدمشقي. القوات المصرية تشن حملة أمنية لملاحقة جماعات مسلحة في سيناء، والقضاء المصري يمدد حبس مرسي. سليمان يلتقي أولاند في نيس عصر اليوم، ويشدد على قدرة الشباب اللبناني على هزم الإرهاب. أهلا بكم. بعد الانقسام الحاد الذي شهدته مجموعة العشرين، اجتمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في مستهل جولة قصيرة في أوروبا، تهدف لمحاولة إقناع نظرائه في الاتحاد الأوروبي بجدوى توجيه ضربة لسوريا. في هذا الوقت أصدر الرئيس الأمريكي توجيهات إلى البنتاغون لوضع لائحة موسعة بالأهداف المحتمل ضربها في سوريا. الحيوية السياسية لوزير الخارجية الأمريكية جون كيري قادته إلى العاصمة الليتوانية فيلونيوس بهدف إقناع نظرائه في الاتحاد الأوروبي بجدوى الضربة العسكرية ضد نظام بشار الأسد، وتوسيع نطاق الدعم للضربة كي تردع نظام الأسد عن شن هجوم آخر بالأسلحة الكيماوية على شعبه. الخارجية الأمريكية تعول كثيرا على محادثات محددة ومفصلة يعقدها كيري مع نظرائه الأوروبيين في ظل خلافات داخل الاتحاد الأوروبي. الرئيس الأمريكي باراك أوباما أصدر توجيهات إلى وزارة الدفاع لوضع لائحة موسعة من الأهداف المحتملة ضربها في سوريا. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة أوباما تحدثت للمرة الأولى عن استخدام مقاتلات أمريكية وفرنسية لشن هجمات على أهداف محددة، إضافة إلى صواريخ توماهوك التي تطلق عبر السفن. ومن جهة أخرى، دان البابا فرانسيس بحزم شديد استخدام الأسلحة الكيماوية من خلال يوم صلاة وصوم في جميع أنحاء العالم ضد أي تدخل عسكري في سوريا، وذلك في ساحة القديس بطرس في روما. وكشف مصدر دبلوماسي أردني أن أحدى السفارات الغربية في العاصمة عمان استضافت اجتماعات مع بعض قيادات الجيش الحر في المنطقة الجنوبية لسوريا، وتطرقت نقاشات المشاركين إلى معالجة التباين في شأن أهمية المناطق العسكرية جنوب سوريا، بخاصة أن محافظة درعا تضم عددا كبيرا من النقاط العسكرية وبعض المطارات العسكرية التي تستخدمها قوات النظام لقصف المدنيين. أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أن استخدام السلاح الكيماوي في سوريا جريمة حرب، مشددة على أن الرد على هذا الاعتداء يجب أن يكون رادعا حاسما. وفي مؤتمر صحفي من ليتونيا، أشارت أشتون إلى أن المعلومات تؤكد حصول الاعتداء الكيميائي، وهناك أدلة واضحة تحمل النظام السوري مسؤولية هذا الاعتداء. أشتون رأت أنه على مجلس الأمن اتخاذ التدابير اللازمة للرد على الهجوم الكيميائي، وشددت على أننا سنلتزم بوعودنا والتزاماتنا كجهة مانحة كبيرة توفر المساعدات الإنسانية لسوريا، كما أننا مستعدون لدعم المرحلة الانتقالية في سوريا وتلبية احتياجات الشعب. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق وعضو المجلس والائتلاف الوطني السوري سمير نشار. أستاذ سمير، يعني كيف تقرؤون المواقف الدولية في ضوء قمة العشرين، وهل تعتقدون بأن أوروبا قد لينت موقفها بشأن الضربة العسكرية على سوريا؟ نحن شفنا ورصدنا ما حصل في بطرس وورد، وبنعتقد انه هناك اكثريه كانت مؤيده للموقف الامريكي الذي يتبنى الضربه العسكريه على النظام السوري، وهناك اقليه قد تكون والوقائع والحقائق ليست واضحه بالنسبه لها كما يجب. اعتقد انه الانقسام الدولي موجود، لكن الموضوع راح يكون
متوقف بشكل أساسي على الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي أنا بظن أنه بلاقي مزيد من التأييد، وهناك مواقف أوروبية مؤيدة، على الرغم أنه هالتأييد قد يكون تأييد سياسي فقط وليس تأييد عسكري. التأييد العسكري ربما يكون محصور على بعض دول المنطقة وبعض الدول القريبة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية كفرنسا مثلا وكندا ودول أخرى. نحن نعتقد أن الموضوع متوقف على النقاش السياسي الدائر اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى النقاشات اللي بده يجريها الكونغرس الأمريكي. نحن نأمل أن يكون هناك قرار أمريكي بتأييد من الكونغرس وبتأييد من الشعب الأمريكي لنصرة الشعب السوري. وأنا أريد أن أوضح نقطة ملتبسة بذهن الجميع على ما يبدو أو بذهن الأكثرية، أن هذه الضربة ليست لسوريا، هذه الضربة للنظام بشار الأسد. وهناك فرق كبير بين سوريا بما يمثل من شعب ومجتمع ووطن وبين نظام بشار الأسد الذي هو عبارة عن عصابات. هذا أولا. النقطة الثانية، مخطئ من يظن أن هذه الضربة العسكرية سوف تصيب مدنيين أو سوف تكون موجهة للمدنيين، هي سوف تكون موجهة إلى مواقع الأسلحة الكيماوية وإلى قواعد الصواريخ وإلى الطائرات بشار الأسد التي تقصف الشعب السوري منذ أكثر من عامين، والتي أوقعت أكثر من 100,000 شهيد ودمرت أغلبية المدن السورية السنية وكذلك مواقع الأسلحة الكيماوية التي بدأ يتوسع في استخدامها نظام بشار الأسد. نحن ننظر بأمل وبترقب إلى موافقة الكونغرس وإلى تأييد الشعب الأمريكي، لأنها هذه الضربة سوف تختصر الكثير من مأساة السوريين ومن عذاباتهم ومن تضحياتهم، وتخفف وتسرع في عودة اللاجئين من الملايين سواء كان في الدول المجاورة أو داخل سوريا إلى بلادهم للعودة إلى سوريا لمحاولة إعادة بنائها من جديد نحو مستقبل أفضل لأبناء السوريين. نعم، رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق وعضو المجلس والائتلاف الوطني السوري سمير نشار، شكرا لك. سقط أكثر من 20 قتيلا بنيران كتائب الأسد التي استهدفت أحياء دمشق وريفها ودرعا وحمص. في المقابل أعلن الجيش الحر ساعة الصفر وبدء العمليات الكبرى مع أول صاروخ سيسقط على معاقل نظام الأسد. بعد إشعار واضح باقتراب موعد الضربة الأمريكية لسوريا، أعلن الجيش الحر ساعة الصفر وبدء العمليات الكبرى مع أول صاروخ سيسقط على معاقل نظام الأسد. قيادات الجيش الحر أعلنت جاهزيتها للتعامل مع أي سيناريو ينال من النظام السوري، وكشفت أنها أعدت خرائط وخططا عسكرية دقيقة لاستثمار الضربة المرتقبة. دمشق القابوم، سقوط أحد المباني نتيجة سقوط صاروخ أرض أرض بجانبه. في المقابل وصل الجيش النظامي قصفه الأحياء الشمالية والجنوبية للعاصمة دمشق، وتركز على العسالي وبرزة والقابون بالإضافة إلى محيط مخيم اليرموك وجوبر، حيث تواصلت المعارك الضارية. وتحول المتحلق الجنوبي إلى مقبرة للدبابات والعناصر الأسدية المرابطة هناك. أما قصف الكنائس في الريف الدمشقي على أيادي الشبيحة فتواصل في معلولة، واعتدوا اليوم على دير مرساركيس في وقت انهالت القذائف على دارية ومضنية الشام والقلمون والزبداني والغوطة، وأقدمت قوات النظام بأسلوب همجي على تسميم مياه الشرب في جوبر وزملكة وعنترمة، فيما استهدف الثوار مقر الاستخبارات الجوية في حرستا. وبالمدفعية الثقيلة والصواريخ دكت قوات الأسد دار الكبيرة والرستن وتلبيسة وحي الوعر، وشهدت قلعة الحصن اشتباكات بالأسلحة المتوسطة. وفيما ألقى الطيران المروحي البراميل المتفجرة على أحياء الطبقة في الرقة، تعرضت الأحياء المحررة في دير الزور إلى استهدافات وحشية. الطيران الحربي أغار أيضا على جبل الأربعين وجبل الزاوية وأريحة في إدلب. 7/9/2013 احتراق في مشفى طفس الوطني.
وفي الجنوب السوري طاول القصف العشوائي مستشفى طفس الوطني في درعا، في وقت أعلن عدد من الجنود المتمركزين في اللواء 61 في ريف القنيطرة انشقاقهم عن النظام وانضمامهم إلى صفوف الثوار. وعلى الحدود التركية السورية حشدت أنقرة مزيدا من قواتها على طول الشريط الحدودي تحسبا للضربة العسكرية الغربية ضد الأسد، فيما أكدت الكتيبة الهولندية التابعة لحلف شمال الأطلسي جاهزيتها للرد على أي عدوان سوري على الأراضي التركية. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مدير المكتب الإعلامي للمجلس العسكري في دمشق ريفها مصعب أبو قتادة. سيد مصعب، ما خلفية إعلان الجيش الحر عن ساعة الصفر؟ يعني هل هناك من استعدادات ميدانية يتم التحضير لها في هذا الإطار؟ طبعا هناك استعدادات ميدانية على الساحة السورية، لا سواء في دمشق وريفها أو في الساحة السورية على مستوى القطر. هناك تجهيز غرف عمليات عسكرية سواء في المجالس العسكرية وفي كتائب الجيش السوري الحر، استعدادا وارتقابا ماذا يمكن أن يتوجب على الجيش السوري الحر فعله في إطار الضربة الدولية المستقبلية. هناك بعض الخطط الأمنية والاستراتيجية لا يمكن الإفصاح عنها عن الإعلام حقيقة، لكن سنراها واقعا في المستقبل أثناء الضربة المفترضة الدولية. نعم، ما معلوماتكم عن الوضع في معلولة؟ يعني هل هناك حقيقة تخوف من الاعتداء على الأهالي ومن قبل من؟ نعم، بالنسبة لمعلولة الجيش الحر اليوم تصدى لمحاولة النظام استعادة هذه البلدة وهي معلولة الأسرية، ومعارك عنيف اشتدت على ثلاث محاور: المحور الأول من جنوب معلولة وداخل البلدة، والثاني هو محور دنحة، والثالث هو محور جبعدين، حيث تحاول قوات النظام الدخول والتسلل عبر هذه المحاور والالتفاف على الثوار، ومعنويات الثوار عالية جدا، وقد أسروا عدد من الشبيحة وتم قتل عدد أيضا من قوات النظام. من يعتدي؟ بلا شك أن قوات النظام هي من تعتدي على المدنيين، والجيش الحر هو من يقوم بحمايتهم. النظام اليوم استهدف المدينة واستهدف الأديرة البيز حقيقة الأثرية التي تعود إلى 4000 عام أو آلاف إلى 1000 عام قبل الميلاد، وكدير مار سركيس اليوم قصف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون والدبابات والنظام، وهذا النظام يريد تشويه معالم سوريا حقيقة، كما دمر الجامع الأموي في حمص، وكما دمر جامع خالد بن وليد في حمص، وجامع الأموي عفوا في حلب، وجامع العمري في درعا. اليوم معظمية الشام أيضا تتعرض لحملة إبادة، اليوم هناك قصف بعشر صواريخ أرض أرض على المدينة أدى إلى تهدم أحياء بكاملها وسقوط عشرات الشهداء وعشرات الجرحى، وهناك قصف من المدفعية الفرقة الرابعة والهاون من عيار 240 على الأحياء السكنية، كما تقوم قوات النظام بتفخيخ الأبنية السكنية المطلة على الأستراد 40 وتفجيرها ضمن سياسة الأراضي المحروقة التي تنتهجها سواء في دمشق أو في ريفها. نعم سيد مصعب، في الساعات القليلة الماضية سممت كتائب الأسد المياه في الريف، ما هي حقيقة ما جرى؟ نعم، قوات النظام سممت وضمن الإطار المنهجي الإجرامي الذي يرتكبه النظام والتي تفنن في أساليب الإجرام سواء في الكيماوي، اليوم يخترع أسلوب في الإجرام وهو تسميم مياه الشرب في جوبر وبرزة وعين ترما وزملكة وحموريا. تم أخذ عينات من المياه وإجراء الاختبار من قبل أطباء هذه المنطقة، وتم التأكد من تسميم المياه، وقد تم تسجيل عدة حالات في المنطقة وهي مختلفة الأعراض. نعم، مدير المكتب الإعلامي للمجلس العسكري في دمشق ريفها مصعب أبو قتادة، شكرا لك. بدأت القوات المسلحة المصرية مدعومة بعشرات الآليات في الساعات الأولى من صباح اليوم حملة عسكرية لملاحقة العناصر الإرهابية في القرى المتاخمة لمدينة الشيخ زويد في شبه جزيرة سيناء. والقضاء المصري يرجئ جلسات محاكمة محمد البلتاجي وصفوة حجازي ويمدد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 4 أيام.
تتواصل في جنوب مناطق الشيخ زويد الحملة الأمنية التي انطلقت صباح اليوم. وقال مصدر أمني مصري أن طائرات حربية قصفت مواقع لمسلحين في المنطقة مع مواصلة القوات البرية تمشيط مناطق الظهير والمقاطعة، وقد شهدت أعمدة دخان ترتفع بمناطق التومة والمقاطعة، وترددت أنباء أولية عن سقوط قتلى وجرحى. وعلى هامش أحداث العنف الجارية في مصر منذ عزل محمد مرسي، صعدت إلى الصدارة خلال الأيام القليلة الأخيرة جماعة تسمي نفسها بكتائب الفرقان، معلنة عزمها على استهداف السفن المارة في المجرى الملاحي لقناة السويس، وقامت بالفعل بقصف إحدى السفن العابرة، وهو ما أثار التساؤلات حول هوية هذه الجماعة ومن يقف وراءها والمخاطر التي يمكن أن تطال الملاحة في القناة. قضائيا، أرجأت محكمة استئناف القاهرة جلسات محاكمة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحمد محمود علي الزناتي وعبد العظيم إبراهيم إلى 5 من الشهر المقبل، وذلك لقيامهم باختطاف واحتجاز وتعذيب ضابط وأمين شرطة داخل مقر اعتصام جامعة الإخوان المسلمين في منطقة رابعة العدوية، في وقت قرر القضاء المصري حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه. وفي وقت أكد المتحدث الرسمي في وزارة التضامن الاجتماعي أن قرار حل جمعية الإخوان المسلمين لن يصدر قبل نهاية الأسبوع المقبل. كشف مصدر أمني أن أجهزة الأمن توصلت إلى خيوط مهمة في حادثة محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، مؤكدة أن هذه المعلومات ستقود إلى الوصول إلى المتهمين في الحادث خلال ساعات. وفيما تواصل جماعة الإخوان التصعيد في الشارع، أدت التظاهرات التي جرت خلال الساعات القليلة الماضية إلى مقتل شخصين وإصابة العشرات إثر اشتباكات نشبت في مدينتي الإسكندرية ودمياط بين الأهالي وأنصار الجماعة. وأوضحت مصادر طبية أن الإصابات ناجمة عن طلقات خرطوش. أعلنت وزارة الداخلية أنها ألقت القبض على 14 ممن ينتمون لجماعة الإخوان في مختلف المحافظات، وصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار لاتهامهم بالتحريض على أعمال للعنف. وفي النشرة بعد الفاصل، النائب الحريري تدعو إلى تقديم الجيل الصاعد على مصالح السياسيين. من المنتظر أن يلتقي رئيس الجمهورية ميشيل سليمان نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند على هامش مشاركته في حفل افتتاح الدورة 7 للألعاب الفرنكوفونية في نيس الفرنسية. الرئيس سليمان الذي التقى البعثة اللبنانية المشاركة في الألعاب قال إن لبنان يعيش اليوم ظروفا صعبة لم يمر بها من قبل، وأكد أن الشباب اللبناني لديه الإرادة واستطاع تحقيق الكثير وأكثر من أي دولة أخرى، فهو قاوم وهزم إسرائيل واستطاع من خلال الجيش اللبناني هزم الإرهاب أيضا. باشرت الأجهزة الأمنية اتخاذ إجراءات استثنائية حول مقار عدد من البعثات الدبلوماسية تحسبا لأي استهدافات محتملة لها، وخصوصا في ظل تهديدات وجهت إلى بعض منها، وخصوصا البعثة الأمريكية وبعثات أوروبية، وذلك على خلفية الضربة العسكرية الغربية المفترضة على سوريا. إلى ذلك، يواصل ناشطون من المنظمات الشبابية في قوى 8 آذار اعتصامهم عصر اليوم أمام السفارة الأمريكية في عوكر احتجاجا على هذه الضربة. وكانت المعلومات أشارت إلى أن السفير الأمريكي الجديد ديفيد هيل أبلغ الرئيس نجيب ميقاتي رسميا قرار واشنطن تحييد لبنان عن تداعيات الضربة المحتملة لسوريا، مشيرا إلى أن الأجواء اللبنانية لن تستعمل تاليا في هذه الضربة منعا لأي ارتدادات على الساحة اللبنانية. واليوم زار هيل اليرزي حيث التقى قائد الجيش العماد جان قهوجي في زيارة تعارفية لمناسبة توليه مهمته حديثا في لبنان، ورافقه في الزيارة الملحق العسكري الأمريكي، وقد تناول البحث الأوضاع العامة. الوزير السابق سليم الصايغ أشار في حديث لبرنامج كلام بيروت إلى أن لبنان يجب أن لا يتحول إلى ساحة أمنية وعسكرية، معتبرا أن فريق 8 آذار اليوم مربك جدا، وأن حزب الله هو ضحية النظام السوري. من الضروري أن يعطي حزب الله ضمانات واضحة بعدم التعرض، لن يستعمل ساحة جنوب لبنان لربطها بساحة دمشق حمص و ساحة الساحة الكيميائية بسوريا. أنا برأيي حقيقة حزب الله من بعد كل المعلومات اللي صارت عم تتقاطع هو كمان ضحية،
ولكن ما عم بيقدر يقول انه هو ضحيه، ضحيه النظام السوري، ضحيه النظام السوري اللي وضع قنابل بطرابلس على ما يظهر ذات الخليه حطت بالضاحيه الجنوبيه، الى مدى تغطيه النظام السوري باعماله الارهابيه بلبنان، الى مدى تغطيه ميشيل سماحه بلبنان، الى مدى تغطيه الاداء السوري بلبنان، هل يجب هتك جنوب لبنان وهتك كل لبنان لحتى ينبسطوا البعض اللي عم بيعملوا استراتيجيات اكبر منهم؟ لا، انا برايي هون المطلوب من حزب الله حقيقه نحن عم نعول على العقل وليس على اي شيء اخر. المطلوب اليوم نرجع على اعلان بعبده، نرجع عند رئيس الجمهوريه، نرجع على الحوار. اعتبر عضو كتلة القوات اللبنانية النائب فادي كرم أن الأنظمة الديكتاتورية القمعية تحاول الآن من خلال إشاعة الخوف والتفرقة والتعصب إبقاء سطوتها على حساب شعوب المنطقة. وقال أن الأفرقاء السياسيين التابعين لنظام بشار الأسد يحاولون عبر الكذب إخضاع من لم يخضع يوما وهم المسيحيون المشرقيون، مشيرا إلى أن المؤامرات التي تحاك ضد شعوب المنطقة كبيرة جدا، ولكن ما يحاك من نظريات مجرمة ضد المسيحيين هو الأخطر، لأن هكذا نظريات ستضع المسيحيين خط دفاع عن أنظمة ديكتاتورية قمعية كنظام الأسد. كلام كرم جاء ردا على ما صدر عن اللقاء الأرثوذكسي الذي طالب القادة الروحيين والأقطاب المسيحيين بالتحرك السريع لوضع خطة منهجية توفر الحماية للمسيحيين، مستندين إلى أحداث لم تحدث في معلولة ولكن نظام بشار الأسد يتمنى أن تحدث علها تدفع عنه اندفاع العالم لإزاحته وإنقاذ الشعب السوري من جرائمه الكيماوية. نفى مصدر رسمي في السفارة الإيطالية لصحيفة الجمهورية التقرير عن إرسال إيطاليا سفينة إلى لبنان لإجلاء الرعايا الإيطاليين والقوات العاملة في إطار اليونيفيل بسبب المخاوف من تدهور الأوضاع في أعقاب الضربة العسكرية على سوريا. وأوضح المصدر أن المدمرة أندريا دوريا التي أرسلتها الحكومة الإيطالية إلى شرق المتوسط ستراقب الأوضاع عن كثب، لكنها لم تعطي أوامر بإجلاء الرعايا من لبنان. طالبت رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري بتقديم مصلحة الأجيال الصاعدة وطموحها على مصالح السياسيين وطموحهم بعدما وصلت البلاد إلى مفترق دقيق وخطر. أكدت النائب بهية الحريري أننا نمر في ظرف دقيق من حياتنا الوطنية نعمل فيها جاهدين على بناء إرادة الخير والخلاص لكل أبناء الوطن من دون استثناء. كلام الحريري جاء خلال رعايتها في مجدليون حفل تخريج طلاب مدرسة الحاج بهاء الدين الحريري للمرحلة المتوسطة بحضور النائب محمد الحجار. وكلنا مطالبون بأن نقدم مصلحة الأجيال الصاعدة وأحلامهم وطموحاتهم على مصالحنا وطموحاتنا بعد أن وصلت البلاد إلى مفترق دقيق وخطر، وخير دليل الصرخة الكبيرة التي صدرت عن القطاعات الاقتصادية والتجارية في لبنان والتي دقت ناقوس الخطر بعد أن عشنا في السنوات الماضية حالات متعاقبة في كل قطاع ومجال من الانهيار. وقد تشرد هذا العام ما يقارب 20,000 من العاملين في القطاع السياحي وأضعافهم في القطاعات الأخرى مع تراجع الموارد وزيادة النفقات، أضف إلى ذلك المآسي الأمنية المتنقلة بين منطقة وأخرى دون استثناء. كما كانت كلمة لمديرة المدرسة وداد النادري أكدت فيها أن رغم الظروف التي يمر بها الوطن تبقى الإرادة بالتعلم والحياة للطلاب أقوى ومتقدمة. بعد ذلك قامت النائب الحريري والنادري بتوزيع الشهادات على الخريجين والجوائز والمنح المدرسية على المتفوقين، كما جرى توزيع الشهادات على معلمي المدرسة الذين شاركوا في دورات تدريبية متخصصة. قال اللواء أشرف ريفي أن حزب الله لديه بنك أهداف في طرابلس، وأضاف في حديث لصحيفة المستقبل أن ما كشفه النائب خالد الظاهر في مؤتمره الصحفي هو وجه من أوجه متعددة عن المجموعات الأمنية التي أنشأها حزب الله في طرابلس وعكار، لكنها سرعان ما انهارت بفعل وعي الناس ونبذها لهذه الفئات. وأعرب ريفي عن اطمئنانه بأن المجموعات المرتزقة والرخيصة التي باعت نفسها بأبخس الأثمان لن يكتب لها البقاء.
وتتابعونا في النشرة بعد الفاصل. ندوة في الذكرى 50 على رحيل أميل البستاني. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. أوباما يدعو الكونغرس إلى دعم التحرك ضد النظام السوري، وكتائب الأسد تقصف بعنف الريف الدمشقي. القوات المصرية تشن حملة أمنية لملاحقة جماعات مسلحة في سيناء، والقضاء المصري يمدد حبس مرسي. سليمان يلتقي أولاند في نيس عصر اليوم، ويشدد على قدرة الشباب اللبناني على هزم الإرهاب. استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه قبل ظهر اليوم الشيخ عباس زغيب المكلف من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بمتابعة ملف المخطوفين اللبنانيين في أعزاز، وبحث معه آخر المستجدات المتعلقة في هذا الملف. ندوة حوار في فندق البستان تكريما لمرور 50 سنة على وفاة السياسي ورجل الأعمال الراحل أميل البستاني. أقيمت في فندق البستان ندوة حوار بعنوان أميل البستاني 50 سنة بعد وفاته، والتي نظمتها مؤسسة أميل البستاني، وذلك بحضور السيدة لما سلام ممثلة رئيس المكلف تمام سلام، والنائب مروان حمادي، والبروفيسور جون كي مدير مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان في جامعة سيدني، والسيدة ميرنا البستاني، وعدد من النواب والشخصيات السياسية والاجتماعية. الندوة التي قدمت لها الصحفية بولا يعقوبيان تخللتها كلمات تحدثت عن مسيرة إميل البستاني وأعماله ونضاله في مجالي السياسة والأعمال. السيدة سلام ألقت كلمة باسم الرئيس المكلف ذكرت فيها بعلاقة الراحل إميل البستاني بالرئيس صائب سلام ومعرفته له شخصيا في مرحلة غنية بالأحداث والتغيير لبنانيا وعربيا ودوليا، مشيرة إلى جهوده في تطوير وصياغة رؤى وأفكار وطنية وقومية عربية تنهض بالإنسان والمجتمعات والأوطان. لقد آمن بالحرية والعدالة والديمقراطية، من هنا كان يتصرف بحرية كاملة في طروحات تساهم في دفع القيم الإنسانية إلى الأمام، كما أن تعلقه بالعدالة دفعه إلى تبني القضية الفلسطينية ببعدها الإنساني كما النضالي والسياسي في كل محفل وموقع عربي ودولي. أما تعلقه بالديمقراطية فكان جليا واضحا في ممارساته ونشاطاته في الميدان، إن داخل الندوة البرلمانية أو خارجها في الأوساط الشعبية الرحبة. النائب حمادي عدد لمواقف كثيرة في سيرة وحياة هذه الشخصية الوطنية، وتحدث عن إمبراطورية الحلم التي كان يتمناها للبنان. هذا الرجل الذي نادى بإلغاء الطائفية وطالب بالزواج المدني ودافع عن الحريات العامة وشهر سيف محاربة الفساد وناضل من أجل فلسطين وبقي على تواضعه وكرمه وابتسامته ولياقته وحبه للآخر واحترامه للجميع، هذا هو الرجل الذي نذكر ونكرم اليوم. البروفيسور جون كي ألقى محاضرة بعنوان الحقيقة والسياسة والفروقات التي تعتريها، منوها بمسيرة إميل البستاني السياسي الباحث دوما عن الحق والحقيقة. كرمت دار الفتوى في بعلبك الهرمل قائم مقام بعلبك عمر ياسين بعد انتهاء عمله وبلوغه السن التقاعدية خلال حفل أقيم في قاعة مسجد الرحمن بحضور شخصيات عسكرية ودينية وتربوية ورؤساء بلديات ومخاتير. راعي أبرشية الدير الأحمر المطران سمعان عطلة أثنى في كلمة له على جهود ياسين في خدمة أبناء المنطقة من دون التمييز. أما مفتي بعلبك جعفري الشيخ خليل شقير ممثلا بالشيخ علي المصري فرأى أننا نعيش في بلد فيه طبقة دينية تخلت عن القرآن والإنجيل لتزين وجه الفتنة في بلد يملؤه الفساد في السياسة والإدارة في الاقتصاد والقضاء. من جهتي اعتبر ياسين أن عملنا في الإدارة كان قائما على عدم التمييز ورأب الصدع والحفاظ على الوحدة الوطنية، كما كانت كلمة لمنسق بعلبك في تيار المستقبل حسين صلح انتقد فيها الخطابات المذهبية التي تهدد السلم الأهلي والعيش المشترك، مؤكدا أن العزف على وتر المذهبية والطائفية والمناطقية في البلاد سيفشل. عثر صباح اليوم على مزار السيدة العذراء النبع في جزين محطما، وقد حضرت القوى الأمنية وباشرت التحقيق بالحادث.
وفي النشرة بعد الفاصل. جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا تفتعل أزمة سياسية مع رئيس الحكومة. أزمة سياسية حادة بين جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا والحكومة الانتقالية التي يترأسها الدكتور علي زيدان فجرتها الزيارة الأخيرة لزيدان للعاصمة المصرية واجتماعه في القاهرة مع كبار المسؤولين المصريين خصوصا الفريق أول عبد الفتاح السيسي. وأشارت مصادر في حزب العدالة والبناء الذراع السياسية للجماعة إلى أن الحزب يعتزم الانسحاب من الحكومة احتجاجا على سياسات زيدان في الداخل. وأفادت مصادر أن المكتب السياسي لحزب العدالة والبناء الليبي سيجتمع بقيادة رئيسه محمد صوان يوم غد لاتخاذ قرار نهائي يحسم مستقبل الحزب داخل الحكومة الائتلافية. تعتزم المعارضة التونسية تنظيم مزيدا من الاحتجاجات اليوم في إطار حملتها لتنحي حزب النهضة الحاكم متهمة الحكومة بتعطيل الفترة الانتقالية. وعشية التظاهرات حض الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة على تقديم تنازلات مؤلمة للخروج من مأزق حول حكمها بعد إخفاق المحادثات مع المعارضة لإنهاء المأزق. واقترح الاتحاد العام التونسي للشغل استقالة الحكومة وتولي حكومة مؤقتة إجراء انتخابات جديدة. ولكن حزب النهضة الإسلامية الحاكم الذي يرأس الحكومة الائتلافية ومجموعة واسعة من أحزاب المعارضة العلمانية فشلوا في التوصل لاتفاق بشأن الفترة الانتقالية، ما دفع المعارضة لإعلان انتهاء المحادثات هذا الأسبوع. قتل شخص فجر اليوم بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من منزل مسؤول أمني في حي الدائري بالعاصمة اليمنية صنعاء حسب مصادر أمنية. وأوضحت المصادر أن شخصا كان يعتزم زرع عبوة ناسفة بالقرب من منزل أحد ضباط جهاز الأمن السياسي وسط العاصمة اليمنية، إلا أن العبوة انفجرت قبل وصوله إلى منزل المسؤول مما أدى إلى مقتله على الفور وتناثر أشلائه في المكان. طالبت جماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة بنشر قوة تابعة للأمم المتحدة بعد الهجوم الذي أسفر عن عشرات القتلى في معسكر أشرف في العراق، متهمة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولية عدم تجنب حدوث هذه المجزرة. رئيسة الجماعة الإيرانية المعارضة مريم رجوي وخلال مراسم تكريمية لذكرى ضحايا مخيم أشرف في باريس مقر الجماعة قالت لو كانت الأمم المتحدة تحملت مسؤوليتها لم تكن لتحصل هذه المجزرة أبدا، خصوصا أن الضحايا كانوا محميين في إطار اتفاقية جنيف الرابعة، ولذلك لقد حصلت خيانة للمبادئ الإنسانية. وطالبت بتدخل طارئ من جانب المجتمع الدولي لتحرير 7 من سكان أشرف فقدوا منذ الهجوم ولنشر قبعات زرقاء بهدف ضمان أمن مخيمي أشرف وليبرتي الواقعين قرب بغداد. أعلن التلفزيون الأسترالي الرسمي فوز المعارضة المحافظة بقيادة توني أبوت في الانتخابات التشريعية العامة على حساب حزب العمال بقيادة كيفن راد. وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها صباحا لانتخابات دعي نحو 15 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم فيها. وتوقع التلفزيون أن يشغل التحالف الذي يهيمن عليه الحزب الليبرالي المعارض 90 مقعدا مقابل 58 للعمال. واعترف عدد من وزراء الحكومة بهزيمتهم، بينهم وزير الدفاع الذي قال خلال التصويت أن الحكومة ستمنى بهزيمة مساء اليوم. وتتابعونا في النشرة بعد الفاصل. في الرياضة، البرازيل تستعد للقاء أستراليا احتفالا بالعيد الوطني. والآن إلى نشرة الرياضية مع عباس حسن. مساء الخير عباس. مساء الخير لك رشا. عباس، يعني الواضح اليوم يمكن ابرز العناوين كل شيء موصول للمونديال 2014. طبيعي، لانه كان في تصفيات عم تصير بالعالم، واكيد كل عشاق المنتخبات الاوروبيه كانوا امبارح عم يستمتعوا بسهره طويله. وهلا اللي بيحبوا كمان
انه يكفوا استمتاع جيون الاسبوع الجاي كمان مباريات لامريكا الجنوبيه، لانه كله هذا بصب بخانه مين حيتاهل على مونديال 2014. هلا بنعرف تفاصيل اكثر معك بالنشره. شكرا نشره. اقتربت المانيا من التاهل الى مونديال البرازيل 2014 لكره القدم بعد فوزها الكبير على ضيفتها النمسا 3-0 في المجموعه الثالثه من التصفيات الاوروبيه امس الجمعه في ميونخ على ملعب اليانز ارينا. وحقق منتخب كازاخستان فوزه الأول في التصفيات على حساب ضيفي جزر الفارو 2-1 أيضا أمس الجمعة في أستانا. من جهته عاد المنتخب الإسباني حامل اللقب من هلسنكي بفوز ثمين جدا على مضيفه الفنلندي بهدفين نظيفين مساء أمس في منافسات المجموعة التاسعة، وفي حين لم تنجح فرنسا في التغلب على مضيفتها جورجيا في تبليسي. المنتخب الفرنسي فشل إيجاد طريقه إلى الشباك للمرة الخامسة على التوالي، وذلك بتعادله المخيب للأمال مع مضيفه الجورجي وبنتيجة 0-0. أقامت اللجنة الأولمبية الدولية أمس الجمعة حفلا في مسرح كولون في بيونس آيرس في الأرجنتين لمناسبة افتتاح الدورة 125 لجمعيتها العمومية. وسوف تشمل مداولات الاجتماع اليوم اختيار المدينة المضيفة لأولمبياد 2020، حيث تحسم المنافسة بين مدن اسطنبول وطوكيو ومدريد عن طريق الاقتراع السري. كما سوف تختار الجمعية العمومية يوم الثلاثاء خليفة جاك روغ الرئيس الحالي للجنة، الذي تقلد هذا المنصب 12 سنة. ومن بين الأمور الهامة التي سوف تحسمها الجمعية العمومية غدا الأحد هو الاختيار بين المصارعة والسكواش والبيسبول والسوفت بول كمنشط أو كمنشط إضافي يتم إدراجه ضمن منافسات أولمبياد 2020. جاك روغ خاطب الحفل قائلا: لا أدري من سوف يكون الرئيس التالي للجنة الأولمبية الدولية، ولكن أيا من كان فإن الفائز سوف يتمتع بتجربة العمر. شارك ليونيل ميسي رفاقه في منتخب الأرجنتين في حصة تدريبية أمس الجمعة في إطار استعدادات الفريق لمباراة الباراغواي يوم الثلاثاء 17 من سبتمبر الحالي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2014. يواجه منتخب الأرجنتين مضيفه من باراغواي يوم الأربعاء في 11 سبتمبر في العاصمة أسونسيون ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في كرة القدم لعام 2014. منتخب راقصي التانجو أجرى حصة تدريبية في العاصمة بيونس آيرس تحت إشراف مدربه أليخاندرو سابيلا، ويدخر منتخب التانجو بباقة فريدة من النجوم على رأسهم ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا وماكسي رودريغيز وفرناندو غاغو. غاغو ألمح إلى أن النجم العملاق مثل خافيير ماكسيرانو قد لا يجد فرصته في فريق النجوم. المنتخب يتصدر منافسات مجموعة أمريكا الجنوبية برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، حيث حقق 7 انتصارات وخسر مرة واحدة وتعادل 5 مرات. الفوز بمباراة باراغواي يضمن عبور الأرجنتين لكي تصبح أول منتخبات المجموعة حصولا على بطاقة التأهل لمونديال البرازيل، كما قد تتأهل دون فوز إذا ما جاءت نتائج المباريات الأخرى مؤاتية. يستضيف منتخب البرازيل لكرة القدم نظيره الأسترالي أو نظيره الأسترالي في مباراة ودية اليوم السبت والذي يوافق ذكرى استقلال البلاد. المباراة هي الأولى التي يلعبها المنتخب البرازيلي على أرضه منذ فوزه بكأس الكونفدرالية في يونيو الماضي. من بين نجوم المنتخب البرازيلي لاعب برشلونة نيمار الذي أصيب بالتواء في الكاحل خلال الحصة التدريبية أمس الجمعة، ولكن من المتوقع أن يعود للملعب عما قريب. المدرب لوي فيليبي سكولاري يحرص على استغلال كافة الفترات الزمنية المتاحة له مع لاعبيه المنتشرين حول العالم ضمن استعدادات البرازيل لمنافسات كأس العالم التي تستضيفها في العام المقبل. أمس الجمعة جرى سباق المرحلة الثالثة في طواف ألبرتا للدراجات الهوائية لعام 2013 والذي امتد لمسافة 169.8 كيلومترات ما بين بلدتي ستراتمور ودامليهر في المقاطعة الكندية. الأسترالي روان دينيس صمد أمام مجموعة من ملاحقيه ليفوز بالمرحلة متقدما على كل من برينت بوكولتر ودميانو كاروسو، وهذا أكبر نجاح يحققه في مسيرته الاحترافية للدراج الأسترالي الذي كان قد حل ثانيا في سباق المرحلة الافتتاحية. دينيس يتصدر الترتيب العام للطواف الذي يشارك فيه عدد من النجوم الكبار أمثال بيتر ساغان وكاديل إيفانز. في الختام نبقى مع طائفة
من الأخبار أو من المنوعات الطريفة في عالم كرة القدم وعالم الرياضات الأخرى. هذا كل شيء في الرياضة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. والآن إلى النشرة الجوية.
طقس مستقر عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. لليوم السبت لفترة بعد الظهر جولة عام بلبنان قليل غيوم ليتحول الفترة المسائية لغائم جزئيا مع ضباب محلي للمرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة عن امبارح. نسبة رطوبة أيضا حاملة مع انخفاض عم بتسجل أدناها 50 وأقصاها 70%. اتجاه رياح غربية لجنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. حال البحر معتدل، ارتفاع الموج، حرارة سطح المي 29 درجة. أقصى درجات الحرارة المتوقعة تسجلها اليوم نبدأ على طرابلس 31، 30 بجبيل، 31 درجة بصيدا وصور و 32 للعاصمة بيروت، 30 درجة بالقرعون، 31 بزحلة، 29 لبيت الدين، 21 بفقرة و 19 درجة أقصاها للأرز. والآن يبقى التذكير بالعناوين. أوباما يدعو الكونغرس إلى دعم التحرك ضد النظام السوري، وكتائب الأسد تقصف بعنف الريف الدمشقي. القوات المصرية تشن حملة أمنية لملاحقة جماعات مسلحة في سيناء، والقضاء المصري يمدد حبس مرسي. سليمان يلتقي أولاند في نيس عصر اليوم، ويشدد على قدرة الشباب اللبناني على هزم الإرهاب. وفي الرياضة، ألمانيا تقترب من كأس العالم في البرازيل 2014. نهاية النشرة، إلى اللقاء. حبك يا لبنان 2020. وجوب التسيير مهمة رئيس الحكومة. إن هذه المعادلة المصر قد ماتت على يد حزب الله بالذات. We are prepared to strike whenever we choose.